أهلا وسهلا فيك، وبس بحب أتشرف باسم حضرتك ومن أي مؤسسة؟ أنا حاكم البنك المركزي التونسي. احنا نقوله في تونس مش حاكم، نقوله محافظ البنك المركزي التونسي، نفس الكلمة من تونس. هذا يعني بلدي تونس، ووظيفتي محاكم البنك المركزي التونسي، والثالثة ضيف شرف موجود هنا، يعني وأنا سعيد جدا. بس بتشرف باسم حضرتك؟ شاذلي العياري. أهلا وسهلا فيك سيد شاذلي. سيد شاذلي أهلا وسهلا فيك اليوم معنا، وحضرتك ضيف شرف بحفلة التتويج مثل ما حضرتك تفضلت، للدورة حفلة التتويج الكبير للدورة التاسعة المتخصص لقطاع المال والأعمال، بحضور أهم الشخصيات وأبرزها معالي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات. بتعرف حضرتك اليوم نحن بهالحدث الكبير اللي عم تستضيفه مدينة دبي هو لتتويج القيادات الرائدة. شو رأيك بأهمية التتويج بقطاع المال والأعمال بالذات؟ والله يعني من سمات الاقتصاد العربي الآن أنه أنتج عديد من القيادات الاقتصادية والمالية والمصرفية العالية جدا، يعني أصبحت تسيطر على الاقتصاد العربي، وكذلك عندها اتصالات مع الاقتصاد العالمي. يعني واحسن مثل هو دبي، يعني دبي يعتبرها الان بلد عربي، بلد خليجي، ولكن بلد كوني، نوع من الكونيه. يعني العالم كله يمر على 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 دبي، وخبراء اخواننا في الامارات وكذلك التونسيين والجزائريين واللبنانيين يعني الان يشعون، وهم الان قايمين يعني بمهمه جدا، خاصه ان الحكومات عندها صعوبات سواء كان في بلدان ما يسمى بالربيع العربي او غيرها. فاللي بقى صامد ويشغل هو القطاع المال والاعمال، هو بقى، وهذا هو اللي يشد الان ويحرس الدار العربيه الان، ان شاء الله يواصل في ذلك. ولذلك انتم الحفل هذا جاء وتتويج واعتراف بدور هذا القطاع المالي في يعني الدفاع عن كيان الدول العربية. فوقت اخترتوه وقت طيب جدا، يعني وقت مهم جدا، يعني هذا هو. بظل التحديات اللي عم تواجهها المنطقة العربية، كيف بتلاقوا نجاحكم بمجال عملكم بالذات عم يلعب دوره الريادي بهذا الإطار؟ والله البلد العربي يعني العالم العربي مفتوح للعالم الاقتصادي ككل، فما يطرا على الاقتصاد العالمي ككل عنده طبعا تبعات هنا في العالم العربي. مثلا ناخذ على مثال، شوف مضاعفات سعر النفط، تبعات سعر النفط على الاقتصاد العربي الان. يعني كل ما يمس الاقتصاد العالمي عنده تاثيرات هنا. ثم العالم العربي الان لكن من حسن حظه انه اصبح الان عنده امكانيه باش يدافع على نفسه، ريزيلينت يقول بالانجليزي، يعني عنده نوع من القابليه للصمود، لازم يشمض مش في اول ازمه ينهار. هذا مهم جدا لانه بنى مؤسسات، بنى اقتصاد، بنى خبرات. اصبح الان ناخذ بلد تونس مثلا، على الان احنا بلد صغير في تونس وفقير، ما عندناش نفط ومرينا الان بصعوبات، لكن عندنا قوة صمود على الأزمات. ما بالك بلدان كبلدان الإمارات أو الكويت أو غيرها. فأنا أقول قطاع الأعمال والمال والأعمال مدعو أن يكون هو في واجهة الصمود مستقبلا مع الحكومات طبعا، وإحنا يعني سنواجه في السنوات المقبلة، ونحن يعني كدول عربية سواء كنا في المشرق أو المغرب سنواجه تحديات كبرى جدا، مش بتقف اليوم النفط، بكرة حاجات أخرى، ثم قضية الأمنية، الأمن كذلك مشكل. لكن أنا عندي ثقة بكونه هنالك قوة عزيمة تمكن العالم العربي باش يصمد وينجح ويمر من الأزمات بسلام إن شاء الله. أنا بس حبيت أعقب إنه تونس لو مثل ما عم تتفضل حضرتك هي فقيرة، بس هي أكيد غنية بأهلها وناسها وبأشخاص مثل حضرتك. وكذلك احنا بلد ما عندناش ثوره نفطيه، لكن عن العقول البشريه، احنا يعني ثورتنا هي موارد بشريه. اي نقول موارد بشريه. كما تعلمين يعني بلا شك احنا مرينا بظروف صعبه.